عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل انسان مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه اخرجه مسلم قوله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي قال العلماء معناه إني تقدست عنه وتعاليت والظلم مستحيل في حق الله تعالى فكيف يظلم الله أحدا وليس هناك فوقه تعالى من يطيعه وكيف يتصرف في غير ملك والعالم كله في ملكه وسلطانه وفي قوله جعلته بينكم محرما فلا تظالموا أي لا تتظالموا والمراد لا يظلم بعضكم بعضا وقوله كلكم ضال الا من هديته قال العلماء معناها انهم خلقوا على الضلال الا من هداه الله تعالى وفي قوله تعالى ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر فالمخيط هنا هو الابره وقال العلماء هذا تقريب للافهام ومعناه لا ينقص شيئا لان ما عند الله لا يدخله نقص عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم وفي الحديث الشريف معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أي أن الظلم سيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا حتى يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم ويحتمل إن الظلمات هنا بمعنى الشدائد وفسروا ذلك بتفسير قوله تعالى كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أي شدائدهما والشح في الحديث الشريف هو أشد البخل